قدمنا عرض الاسبوع على سيتروس عالم التسوق، بنقدم منتج مميز جدا رقم واحد مبيعا على سيتروس عالم التسوق. الحلو ان احنا بنقدم مقلات الهواء الساخن وكمان متعدده الاستخدام بالمرفقات المتعدده. الاحلى فيها ان هي 10 لتر السعه الكبيره اللي انتم بتحصلوا عليها، احنا بنتكلم على سعه 10 لتر، وده بالنسبه كمان للعمق اللي احنا بنشوفه للمقلاه، ارتفاع جدا عالي، فبنقدر ان احنا نعمل اكلات كتيره بمنتهى السهوله. بتشوفوا هنا طبعا السطح بيكون غير لاصق بالمره، والايدين بتكون عازله للحراره، فسهل ان انتم تشيلوها بمنتهى السهوله. طريقه الاستخدام متعدده، مرفقات كتير مختلفه عشان تقدروا تعملوا وظائف كتيره جدا في مقلات الهواء الساخن اللي احنا بنقدمها النهارده من بلزانو. تعالوا نشوف الاتاتشمنتس والمرفقات اللي هتخليكي تعملي اكلات متعدده، بدايه من صينيه الخبز اللي ممكن نعمل فيها طبعا البيتزا، الكوكيز، وحتى كمان التارت بمنتهى السهوله، والرف المزدوج اللي بيخلينا ان احنا نعمل مخبوزات، نقدر برضو نحط صينيه الخبز على اكتر من طريقه، نقدر نعمل بيتزا ونقدر نعمل كب كيكس وغيرها. هنا كمان بنشوف من المرفقات الموجوده اسفل عندنا التونجو، هو الحامل اللي بيساعد على ان احنا نشيل كل المرفقات المتعدده حتى لو هي سخنه بمنتهى السهوله والسلاسه. اسياخ الكباب، السكيورز الحلوه اللي احنا بنستعملها للباربيكيو المتعدد الاستخدام، وايضا كمان بنقدر نعمل التشيكن والميكس جريل، وهنا شوكه الشوي الدواره اللي احنا هنشوفها طريقه الاستخدام بتاعتها ازاي عمليه، وايضا كمان سله القلي والستير فراي اللي هو الطهي السريع. كل المرفقات المتعدده دي بتخليكم ان انتم تعملوا اكتر من 10 وظائف في جهاز واحد، وهي مقلاة الهواء الساخن من ماركه بلزانو الايطاليه. تعالوا نشوف استخدام المرفقات قد ايه عملي جدا وسهل، وحتى كمان الكميه اللي احنا بنتكلم عليها اكتر من رائعه وكبيره. هنا بنشوف سله القلي بنقدر نعمل فيها البوب كورن، نقدر نعمل فيها الفرنش فرايز، وحتى كمان شوكه الشوي بنعمل معاها خاصيه الروستو السهله. من ضمن المرفقات المتعدده بنقدر نعمل التحميص على صينيه الخبز وغيرها وغيرها من المرفقات الثانيه، وايضا كمان صينيه الخبز بنستخدمها برضو للشوي، نقدر نعمل الستيك، السالمون، وحتى كمان الطهي بالبخار بطريقه عمليه وسهله. مقلات الهواء الساخن من بلزانو، 7 ايام عرض متوفر بكميات محدوده والفتره محدوده، فاستغلوا الفرصه دلوقتي حالا لانه استحاله يتكرر بالسعر ده تاني. اخترقت من الدخان يا اخترق وانا كمان اخترقت من الدخان. وتعال نقارن ما بين الطريقه التقليديه وسهوله الطهي والاستخدام مع مقلات الهواء الساخن 10 لتر من بلزانو. رانيا، هاي الزيت اللي موجود بكل بيت طبعا، لكل ست بيت عم تستخدم الزيت، قديش كميه الزيت اللي عم تستخدميها؟ كثير طبعا، هون كثير عندك كميات الزيت، وهون مثل ما انت شايفه طبعا عندك كيف عم بيطلع الزيت، نحن مخففين صحيح. كميه الزيت غير كده الريحه بس اول بس حاجه بتقتلنا، خاصه لو احنا عايزين مثلا نقلي سي فود او سمك او اي حاجه، الريحه دي ما بنقدرش نستحملها في البيت ابدا. تاني حاجه لو احنا عندنا اطفال معديين في المطبخ، خاصه دلوقتي الامريكان كيتشن كل الناس تقدر تعدي بمنتهى السهوله، ما فيش اي مشكله، فبيكون خطر حتى كمان اكيد رانيا طبعا خطر كبير جدا. كمية الزيت انت عم تدفعي ما يقارب ال 60 لل 70 ريال سعودي مزبوط. كل اسبوعين حق زيت بس لتقلي فيهم. ولو انت عايزه تهتمي بصحه ولادك اكيد، ونمنع يعني ونحافظ على صحتنا من السرطانات وبعد شر كل الامراض المؤذيه، اكيد بتغيري الزيت كل مره، وما فيش سيده بتقدر تغير الزيت كل مره مع كل مره قلي. يعني 20 حبه رانيا تقريبا، 20 حبه ل 25 حبه حطينا نحن، لانه ما فينا نحط اكثر من هيك، بينما عندي اني بجهاز الكثير حلو. ايوه هنا بنشوف الجهاز طبعا، هون عندي أنا كمية كثير كبيره، وطبعا سهل الاستخدام رانيا، بنزرها نحن بنختار شيبس مثل ما انت شايفه، طبعا عندك انت هون في عندك لكل خاصيه مكتوب اسم عليها، وبتكبسي زر ستارت بيشتغل عندك الجهاز مثل ما انت شايفه، ضوى شوفي كيف عندك الضوء اللي موجود عندك هون صحيح. انت فيك تشوفي الاكل اللي جواته كيف مستوي رانيا، وده اللي بيسهل علينا جدا ان احنا بجد وقت عمليه الطهي بمنتهى السهوله. كل ست بيت مش محتاجه ان انت تفتحي وتطلعي الدخان، فبالتالي بتقللي من وقت التسويه، لكن هنا على طول زي ما بنشوف السكرين موجود عندك، بتشوفي وبتتابعي الاكل بتاعك. الحلو ان احنا زي بنتكلم هنا على برامج متعدده، عندنا طبعا الاي دي سكرين الموجوده فيها كتير من البرامج المختلفه، زي ما بنشوف هنا عندنا طبعا الديفروست ان احنا نفك التلج او الاكل المجمد، التشيبس لو احنا عايزين كمان للبطاطا، التشيكن بمنتهى السهوله نقدر نعملها، الستيك بمنتهى السهوله، كمان السمك والكيك نقدر نعمل الخبز، وكمان اللحمه وايضا الروبيان، كل الخصائص دي بمنتهى السهوله نقدر نعملها. وهنا الرول علشان نستخدم الروتيتنج او الـ طبعا خاصيه الدوران بمنتهى السهوله. فكل اللي احنا بنحتاجه نحط الانجريدينتس المكونات كبسه زر واحده نروح نعيش حياتنا، وبلزانو اير فراير هي اللي بتعمل الشغل كله. واو شوفي هون شوفوا
والكمية في العشرة لتر اللي احنا بنتكلم عليها قد ايه كتير جدا وقالي على مرة واحدة. شف انا عايز اسالك قد ايه بتسهل عليك بتوفر عليك من وقت الطهي؟ بلزان وهون طبعا انت مثل ما شايفه عندك انت هون نحن بنستخدمها كثير كثير سريعه كثير كثير حلوه. ومثل ما شايفه هون رانيا كميه البطاطا رح فرجيهم هسه انا على كميه البطاطا. بس قبل كميه البطاطا حابب افرجي كل ست بيت على شغلي كثير مهمه. بلزان اير فراير واو. شوفي هون ما شوفوا. عندك اي شيء شوفي هون يعني حتى كمان اي شيء ما عندك صحيح. اي شيء هون حتى كمان احنا ممكن نستخدم سبراي نحط الزيت لو احنا عايزين طبعا الطعم اللي هو بيكون طعم الزيوت شويه ممكن نستخدم سبراي شويه صغيرين. لكن انا شفتوا الفرق قد ايه بيكون واضح جدا. وشوفي ان انت توفري وقت الطهي قد ايه كميه كاباسيتي كبيره جدا على مره واحده بس انت بتقليها فبتوفري وقت الطهي كتير. كم كيلو منهم جاهزي يا رانيا؟ هذول طبعا هذا الكيس 2 كيلو ونص مثل ما انت شايفه يعني 5 كيلو الاثنين مع بعض أكيد. وهي 2 كيلو ونص ثنيات. شوفي هون كثير كمية كبيرة. نحن هون بنشوف يعني هذا من هون طبعا شوفي هون اهو وريني الكيس الثاني اهو تعالوا هنا بنشوف 2 كيلو ونص زي ما شايفين مع بعض ال 2 كيلو ونص هنا يعني 5 كيلو قلتيها على مرة واحدة بدون استخدام زيوت أو دهون. ممكن نقطة زيت بسيطة بس بتترش وعلى طول بتكون جاهزه معانا رانيا. مع بلزان خلينا نشوف من عندنا من هون خاصيه رح نختار نحن. شوفوا السهوله في الاستخدام بقى. شوفي بنختار هاي اللي صارت تضوي وتطفي عندي هون بالضبط على الشيب الزر ستارت وهنا ستارت شايفه اشتغلت وخلاص عندي. وبعد كده بلزان وبتقوم تعمل الشغل كله. تعالوا افكركم النهارده ضمن عرض الاسبوع على سيتروس عالم التسوق. عرض متوفر لمده 7 ايام فقط. عرض متوفر بكميات محدوده والفتره محدوده وفي نفس الوقت كمان خلال 20 دقيقه على طول العرض هيخلص فاستغلوا الفرصه دلوقتي حالا. السعر اللي احنا بنتكلم عليه هو فقط 419 ريال سعودي. قد ايه عرض موفر لاكثر من جهاز في جهاز واحد بس وهي مقلات الهواء الساخن من ماركه الايطاليه بلزانو بسعه كبيره جدا اللي احنا بنتكلم عليها 10 لتر. رانيا طبعا نحن عندنا هون القطعه اللي كثير حلوه مثل ما نحن شايفين. يلا اذا انت بتختاري من الجهاز طبعا هون خلينا نقول نحن ستوب هون نحن اول حاجه استخدمنا الصينيه العاديه اللي هي ال 10 لتر. هنا بنشوف المرفقات. شوفي هون عندك عندي تشيكن طبعا بس بتكبسي زر ستارت عندك اشتغل الجهاز وهنا كمان هوني طبعا بنقدر نعمل رول. ايوه بس نحن بدناش الرول خلص نحن بس بدنا نفتح الجهاز بالشكل ها. شوفي شوفي الله شوفي. أيوة. شوفوا الجمال. وهنا على 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 طبعا خاصيه الرول الحلو ان احنا الشوكه بتاعت الروستو هي بتلف على طول زي الدجاج بتاع الماكينه بالظبط لكن طبعا الطعم هنا بيكون احلى واطعم بكثير. اوكي مش أوكي مشكله عادي بتحصل. هون طبعا مثل ما انت شايفه بتحصل. شوفي هون طبعا الشيف مهايبر يا جماعه. انا عم طلع على الدجاجه انه الدجاجه ها شوفي الدجاجه ما اكبرها زي ما بتقول انت ايه بتبقبق بتبقبق. دي كم جرام شايف؟ شوفي هون هذه 1600 جرام يعني كيلو 600 جرام. شوفي ما اكبرها. انا حبيت دلوقتي ان على طول الاستخدام فكينا بمنتهى السهوله الشوكه بتاعت شوي سحبناها يعني استخدام المرفقات كمان ولا اسهل. والتونج او ماسك او الحامل اللي موجود معانا جاهزه طبعا نحن حاطين علينا الدجاجه الكبيره. يلا 1 2 3 مهرية مستويه كثير. شوفي كيف مستويه. شوفي 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 تندر وجوسي. الله شوفوا البخار اللي طالع منها. ليك طلعي رانيا شوفي 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 شيف ممكن تقولي الفرق ما بين مقلات الهواء الساخن لما عملنا فيها الروستنج ولو بنعمل روستنج في الفرن؟ مثل ما انت شايفه هون هاي طبعا عندك مقرمشي وماخذي اللون مثل ما انت بدك اياها ومن جوا مش ناشفه عندك الدجاجه بعدها فيها الطعم تبعها جوسي كثير كثير طيب كثير كثير لذيذ مش ناشفه وما فيها زيت صحيح. ما فيها دهون وخاصه كمان ان احنا برضه عشان نيجي نولع طبعا الفرن بياخد مننا وقت على ما يسخن لكن هنا على طول بمجرد ما احنا بمنتهى السهوله بنشغل عندنا مقلات الهواء الساخن تسخن على طول. والحلو ان على الجناب في عندنا الفلتر انه مهما اي نوع من انواع الاكلات بيقدر ان هو يسحب وبيشفط الريحه فما بيبقاش في ريحه ثانيه حتى لو على الكاونتر بتاع المطبخ على السفره. منتهى السهوله ما فيش اي روائح. اكيد اسعار مختلفه لمقلات الهواء الساخن الموجوده في الاسواق وبمرفقات كتير طبعا متعدده ويمكن كمان أكيد. فيها مرفق او اتنين لكن تعالوا نشوف ما فيش المساحه الكبيره والسعه الكبيره بنتكلم عليها 10 لتر. هنا بنشوف اقل بكتير 899 ريال سعودي 943 ريال سعودي وايضا كمان 680 ريال سعودي. مقلات الهواء الساخن بلزانو بتخليك ان انت تستغني عن كتير من طبعا الاجهزه المختلفه اللي سعرها 970 ريال سعودي.
لكن اليوم انتم بتحصلوا عليها ضمن عرض الاسبوع على سيتروس عالم التسوق 10 لتر مقلات الهواء الساخن، والسعر لمدة 7 ايام فقط. اخر فرصة تحصلوا عليها السنة دي وهو 419 ريال سعودي. ولو عندكم طبعا التليفون منتهى السهولة الكيو ار كود موجود في الجنب، او كمان الخاصية الثانية واتساب، او حتى تتصلوا من خلال التليفونات هتظهر دلوقتي قدامكم على الشاشة. ما تروحوش في حتة، راجع لكم بعرض مميز جدا 419 ريال سعودي مع مقلات الهواء الساخن 10 لتر من الماركة الإيطالية بلزانو. نقدر نعملها مع المرتقات طبعا. احنا هون حاطين بسياخ الشوي، شوينا عليهم الروبيان مثل ما انت شايفه كيف عم بتلف عندك. الضوء اللي موجود عندي هون يس. طبعا لتشوفي انت الاكل استوت او لا من برا قبل ما تضلك تفتح الجهاز وتسكريه. صحيح. وتروح الحراره منه مزبوط. مع انه هذا اسرع من الفرن ب 400,000 مره، مساحتها حلوه كثير انه يسخن بسرعه. واو. هون شوفي رانيا الله واحد شوف. شوفي هون احنا عندنا الخاصيه اللي مستخدمينها، مستخدمين خاصيه الروبيان. اوتيل فخم طلعت دلوقتي السيخ يلا بتاع الشباب الحلو. يلا هون طبعا الحلاوه رانيا. لا استنى ما تعملش رول اوف بعد أوكي. اذنك شغله هنا زي ما بنشوف خاصيه الروتيشن او الرول الموجوده دي اللي بتساعد على الدوران لكل انواع من انواع السياخ وحتى كمان الشوكه بتاعه الشوي. فقد ايه عمليه جدا، بمجرد ما بتضغطوا على زرار الرول بيتوقف الخاصيه، تقدروا تشيلوا الحامل بالحامل بمنتهى السهوله للسكيورز. شوفوا المرفقات المتعدده يعني 100% بروفيشنال. اكيد رانيا ايه 100% هتعملي طهي احترافي جدا مع طبعا مقلات الهواء الساخن. رانيا شو عندي اني من بلزارو هاي الروبيان بس الله. شوف 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 الله شوف شوف الله شوف. الله وحلوه كمان للعيله لو انتم طبعا طلعتوا السكيورز دي كلنا، خاصه لو في اجنحه الدجاج افخاد الدجاج. الروبيان زي ما بنشوف الميكس جريل قد ايه بيكون حلو، يعني حتى ممكن نعمل مثلا تاتش بسيط من باربيكيو صوص وهي بتاخد الطعم. مستعجل على الجوانح؟ مستعجل على الجوانح كثير. شوفي هون انا عايزه ادوق واحده. خد واحده كامله بس سخني. ها سخني كثير مشكله. بسم الله الرحمن الرحيم البخار بتاعها طالع. صحه وهنا رانيا طبعا. نحن الله لذيذه. صحتين طعمها جميل وحلو والبهارات بتاعتها اميزنج، طعمه تحفه جدا في الشوي. صحه وهنا رانيا طبعا. نحن هون كل حدا بيروح بجيب هاي الجوانح او بيطلب الطلبيها من برا اوكي وبتجيبيها انت رانيا لاولادك. شوفي شوفي عندك انت هون هون طبعا اذا بتشوفي انه عندك انت بس تتركيها لفتره بسيطه. أوف 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 شوفي أوف أوف. الزيوت اللي بتصير عندك هون طبعا. صحيح. هون ولا اي حدا بيرضاها انه يجيبهم لاولاده او يطعميهم الاهل. الولاد بيحبوا ده على طول، اسهل اكل بالنسبه لهم من الجانك فود ان هم يطلبوا اجنحه الدجاج افخاد الدجاج. لكن للاسف شوفوا الزيوت المترسبه، مش عارفين حتى نوعيه الزيت المعموله بيها قد ايه بتكون مقليه اكتر من مره. لكن هنا تعالوا نشوف اجنحه وافخاد الدجاج اللي انت بتجيبيها مخصوص فريش، تقدري تعمليها وبتحطي التتبيله اللي انت عايزاها للولاد وبدون اضافه زيوت او دهون. فشوفوا قد ايه مع سله القلي كمان الاكلات هون متعدده. أنا لا انا راح احطهم هون نحط لهم شويه صوص. الله. شوفي هون شوف 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 نايس. شوفي هون شوفي ما احلاها. شوفي اللون شوفوا هون الفرق. رانيا شوفوا الفرق يا جماعه، شوفوا الشكل بيكون عامل ازاي. هنا هون. بيكون في زيوت ودهون كتير شويه صوص والشكل ما بيكونش حلو. شوفي هون ايوه طبعا هون وحتى الله البافلو وينجز كلنا بنعشقها وبنحبها جدا هوني. لكن كمان ما تنسوش ان احنا لسه معاكم وبنقدم عرض موفر جدا جدا ضمن عرض الاسبوع على سيتروس عالم التسوق، مقلات الهواء الساخن 10 لتر من الماركه الايطاليه بلزانو متعدده الاستخدام بمرفقات كتيره جدا 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 للخبز للشوي للطهي بالبخار. السعر فقط 419 ريال سعودي. استغلوا الفرصه حالا لان عرض متوفر بكميات محدوده والفتره محدوده. العرض اللي احنا
بنقدمه النهارده بس 419 ريال سعودي، فاستغلوا الفرصه حالا لانه فعلا لو خلص العرض استحاله هو يرجع بالسعر اللي احنا بنقدمه ده ابدا، هيرجع بسعر اغلى من كده. فدي اخر فرصه ان انتم تحصلوا عليها. ليه؟ لان احنا بنقدم عرض فيه كتير جدا من المرفقات زي ما انتم شايفين مع بعض، كل حاجه موجوده هنا انتم بتحصلوا عليها. لو اشتريتوا كل قطعه مرفقه لوحدها هتتكلفوا فلوس كتير، وكمان اكيد مش هطابق الاير فراير او مقلات الهواء الساخن الموجوده عندكم. فاستغلوا السعر دلوقتي حالا فقط 419 ريال سعودي. وبنرجع لشيف طلال وبنشوف البافل وينجز الحلوه قد ايه جميله. شيف واو، شو لا رأيك؟ لا لا لا، شغل عالي، شغل عالي جدا. شيف نحن اذا بنقارنها بها، لا طبعا هي شو هاي، هي خلاص باي باي في الزباله. لكن هنا شايفين، شوف 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 شوف، الله يا الله الله، شوفي كيف مستويه عندك انت، شوفي هون جوسي، شوفي ما فيها اي شيء من الدم او صح. شوف صح شوف مظبوطه جدا. ودي التسويه بتاعت مقلات الهواء الساخن، ان هي بتخش وبتتعمق كل طبعا الاكلات اللي احنا بنقدمها وكمان اللي احنا بنسويها، فعلى طول التسويه بتكون من بره ومن جوه. الاكل بيكون مقرمش وحلو من بره، لكن كمان بيكون طري ولذيذ جدا من جوه. ودي خاصيه الهواء الساخن اللي هي معتمده دلوقتي في جميع انحاء العالم. مفيش بيت ما عنده ما بيستغناش عن اير فراير طبعا. هون رانيا مثل ما احنا شايفين، هون احنا مثل مستخدمين قطعه اللحمه على الشوكه اللي كثير كثير حلوه كثير كبيره. انا شايفه هنا طبعا مشان السرعه، نحن هي صارت عندي اني جاهزه هون. واحد أيوة. اثنين ثلاثه، شوفي هون، شوفي اللحمه، الله، تعالوا 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 شوفوا قد ايه طبعا القطعه اللي احنا مقدمينها كبيره. وحتى شوفوا ان هو في النهايه بنشوف انه بنصفي كمان الزيوت والدهون اللي بتكون موجوده. شوفوا هنا الزيوت والدهون اللي احنا بنحطها، نقدر ان احنا نصفيها بطريقه عمليه مهما كانت الزيوت والدهون، فبالتالي بنحصل على اكل بيكون صحي جدا. وهنا طبعا عندنا يعني مع الشيف طلال، شفتوا شوكه الشوي سهله، ليك ليك ليك، كل حاجه بتقدروا تعملوا لها روستو. هي عفو الله، شوفي شوفي اللحم يلا اللي مستويه عندي، يلا بسرعه بسرعه لانه فعلا وقته محدد جدا جدا ان انتم تحصلوا على مقلات الهواء الساخن 10 لتر اللي احنا بنقدمها فقط بسعر 419 ريال سعودي. عرض متوفر لمده 7 ايام بس، وبعديه كده هيرجع للسعر الاساسي. يلا، فاستحاله ان انتم تخسروا الفرصه دي، لان هو ده البيج ديل لو انتم خسرتوها. يلا يلا 1 2 3. انا تشيز فينجرز ماي فيفورت، بحبها كتير. الله، شوفوا السله بتاعت القلي قد ايه السعه بتاعتها كبيره جدا كمان. عامل كم كيس يا شيف؟ رانيا هون طبعا معلش، كم كميه؟ هون شوفي شوف 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 الصوت المقرمش اللي احنا بنشوفه في المطاعم واللي احنا بنسمعه بالمطاعم. لكن طبعا انا لازم ادوق، لازم تدوق رانيا. انا هون راح فرجيكم على الجبنه. شوف 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 شايفي الجبنه محلاها، شايفي الجبنه محلاها، شايفي رانيا عم بتحكي انت على شوف 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 شوف. لا زي ما انتم شايفين قد ايه فعلا مقرمشه جدا جدا من بره وطريه ولذيذه، والتشيز على طول بتتسحب كلها من جوه. يعني هنا زي ما احنا شايفين ان احنا بنقدم عرض كتير خيالي. مقلات الهواء الساخن 10 لتر من الماركه الايطاليه بالزانو بنقدمها اليوم فقط بسعر 419 ريال سعودي، عرض متوفر لمده 7 ايام بس. استغلوا الفرصه دلوقتي حالا وخدوا التليفونات واتصلوا واحصلوا على مقلات الهواء الساخن من الماركه الايطاليه بالزانو.